ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. أي نعم، هذا هو المذهب الأول، مذهب الخوارج، سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على ولاة الأمور، خرجوا عن الطاعة، وأول ما خرجوا خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته، وقالوا لماذا تحكم الرجال؟ والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. ولذلك لما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أدلوا عليه بهذه الشبهة، قالوا إنه حكم الرجال، فقال أليس الله حكم الرجال في الأرنب يصيدها المحرم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أليس الله حكم الرجال؟ وحكم الرجال في قضية النشوز، حكم الرجال وإن امرأة خابت من بعلها نشوزا أو إعراضا، في قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حكم الرجال. فتحكيم علي للرجال هو من هذا القبيل. نعم.